مشاريع استثمارية واعدة بوأت سكيكدا قطبا سياحيا بامتياز، ووزير القطاع يؤكد من جاية ضرورة مرافقة المستثمرين وتشجيعهم. وضمن استراتيجية تنويع البرامج والأنماط السكنية، وتيرة متسارعة لتهيئة القطع الأرضية المخصصة للبناء الذاتي بتبسة، وفي النشرة رصد لأجواء الفرحة لدى أحد المستفيدين من برنامج عدل بالعاصمة. تكييف مواقيت العمل بعشر ولايات جنوبية خلال شهر أوت بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، وارتياح كبير لسكان هذه المناطق. وفي المشهد الثقافي، عادات وتقاليد ولايات البليدة، برج بوعريريج السعيدة وبومرداس ضمن تظاهرة دار الزير، وجمهور تاموغاد يهتز على وقع أجمل الطبوع الجزائرية. أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الواحدة. بداية، أشرف اليوم وزير الطاقة مصطفى جيتوني على افتتاح فعاليات المنتدى الوطني تحضيرا لإطلاق المناقصة الوطنية لتطوير الطاقات الوطنية المتجددة، حيث كشف الوزير عن إطلاق المناقصة قبل نهاية السنة الجارية، وتخص إنشاء مراكز للطاقة الشمسية بقدرة إنتاج تصل 150 ميجاوات توجه للمستثمرين المحليين، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة الممتدة إلى آفاق 2030. يهدف البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة إلى تركيب 22,000 ميجاوات بآفاق 2030. كما سيسمح هذا البرنامج بتلبية الاحتياجات السوق الوطنية متزايدة من الكهرباء بالحفاظ على مواردنا من المحروقات، وبتوفير كمية كبيرة من الغاز الطبيعي، وبخلق الآلاف من المناصب الشغل المباشر والغير المباشر. وقد تم لحد الآن إنجاز حوالي 400 ميغاوات من الكهرباء عن طريق الطاقة المتجددة. سمحت هذه 400 ميغاوات لنا بكسب خبرة وتجربة. أحيت اليوم الجزائر اليوم العالمي لكرامة ضحايا الاتجار بالأشخاص، حيث تم استعراض جهود الجزائر في مكافحة هذه الظاهرة خلال عرض حصيلة اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته. كما تم التذكير بوفاء الجزائر بالتزاماتها الدولية من خلال المصادقة والتوقيع على الاتفاقيات الأممية في هذا المجال، وتعاونها مع مكتب الأمم المتحدة المعني بهذا المجال. في إطار قمع ومكافحة هذه الشبكات التي تتاجر بالأشخاص، فإن الجزائر قد قطعت شوطا كبيرا على المستوى الوطني من جهة، من خلال تكييف نصوصها القانونية مع أحكام الصكوك الدولية التي صادقت عليها، ومن جهة أخرى بإنشاء اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته، وإعداد سياسة وطنية وخطة عمل، ومنح هذه اللجنة الموارد المناسبة لأداء مهامها. دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي طاهر حجار لدى إشرافه على افتتاح أشغال الندوة الوطنية لمديري الخدمات الجامعية إلى تجند الجميع للتكفل بالمطالب المشروعة للطلاب، قصد توسيع قدرات الاستقبال البيداغوجي والخدماتي، وذلك لضمان دخول جامعي مريح لمليون وسبعمائة وخمسين ألف طالب. حجار أكد بالمناسبة استلام 45,000 سرير لسنة الدراسية المقبلة. طلبت من السادة مديري الخدمات الجامعية على مستواهم، وأيضا حتى على مستوى الإقامات الجامعية، أن يكون هناك حوار مع كل الشركاء الاجتماعيين من طلبة أولا وعمال، أيضا العمال لهم وجود وعددهم أيضا لا بأس به على مستوى الإقامات الجامعية، وهذا لخلق جو من الثقة وجو من الاستقرار على مستوى الإقامات الجامعية وعلى مستوى الخدمات، وهذا ينعكس سلبا أو إيجابا أيضا على التحصيل البيداغوجي، لأنه عندما تكون هناك
مشاكل على مستوى الإقامات الجامعية تنتقل أحيانا أو تنعكس على الجامعات، أيضا تحسين الإطعام النقد والإيواء. والتسجيلات الجامعية متواصلة بالمركز الجامعي بالحاج بوشعيب بعنت مشنت الذي خصص أزيد من 2000 مقعد بيداغوجي للطلبة الجدد. سهيل زيدور. يفتح المركز الجامعي بالحاج بوشعيب بولاية عينت موشنت أبوابه للطلبة الجدد من حاملي شهادة البكالوريا في المرحلة الأولى من التسجيلات الجامعية بمعاهده الأربعة. كي دخلت وجهوني ورجدوني وساعدوني باش نسجل، وانا خرجت الوراقي باش تاع التسجيلات. لقيت شكون يوجهني، جيت مع العائلة تاعي وعندي معدل 16.50 يسمح لي باش ندير طب ولا صيدلة وان شاء الله فيها خير. وديت معدل 10.57 شعبة أدب وفلسفة، وأنا عاد مازال ما خيرت رغبتي، يعني عاد متردة. أنا جبت 11.41 أدب وفلسفة، شعبة أدب وفلسفة. نورمالمون ندير شعبة علوم اجتماعية. عطوني في لي شوا، عطوني لغة إنجليزية وأنا عجبتني صراحة، ساعدني وبغي نديرها. إشراك الأساتذة في التوجيه وتقريب الصورة للطلبة حول كل تخصص قصد تفادي الأخطاء في التسجيل وإنجاح المراحل الثلاثة المتبقية. الجامعة جندت الأساتذة لمساعدة الطلبة لاختيار أحسن للطلبة وإنجاح عملية التسجيل الجامعي لهذه السنة. الجديد هذه السنة هو إعطاء فرصة ثانية للطالب الذي لم يحصل على أي اختيار أولاً، ثانيا إذا حصل على الاختيار الرابع أو إذا حصل على شعبة فيها مقابلة شبهية ولم ينجح فيها. المرحلة الأخيرة من التسجيلات ستنتهي في 12 من شهر أوت، وهي الفرصة الأخيرة للطلبة الذين لم يتحصلوا على اختياراتهم الدراسية. وقطاع التكوين المهني يفتح أفاقاً واسعة أمام الشباب، إذ تمنح المؤسسات السياحية والحموية بغداية فرصاً عديدة للتكوين والتمهين من خلال اتفاقيات بين هذه المؤسسات ومديرية التكوين بغداية. سهيل بن دانيا. يقبل الشباب الراغب في التكوين على نمط التمهين، صيغة تعد الأكثر استقطاباً للحصول على شهادة تمكنهم من الظفر بمنصب عمل بالمؤسسات التي أمضت اتفاقيات مع مديرية التكوين بغردية. التحقت بالمركز التكوين المهني اللي راني فيه، وكان عون كبير من طرف الأستاذ ومن طرف التكوين المهني اللي راني متربصة فيه، لقيت بزاف رحب. كنت متمهن في المؤسسة العمومية للحمامات المعدنية بزلفانة، وهذا بعد سنة كاملة، واليوم أصبحت عامل في هذه المؤسسة. مسيرة التمهين تاعي في المؤسسة كانت جيدة، والحمد لله اليوم راني خدام في نفس المؤسسة اللي كنت متمهن فيها، ونطلب من الشباب أنهم يديروا هذا التمهين. وتتوفر مصالح التكوين على أزيد من 200 تخصص ب32 مؤسسة تكوينية تعمل على تحقيق رغبات التكوين لدى الشباب. فإن هناك عدة تخصصات بينها الطبخ والعوائل الاستقبال، وكذلك برمجة يعني المرشدين السياحيين، فالعدد يفوق حاليا 250 متمهن، وكذلك يعني فيه احتياجات خاصة بما كل يعني كل المنشآت السياحية والفنادق السياحية على مستوى الولاية التي هي في طور البناء، فنحن كذلك للتحضير يد عاملة مؤهلة. كما نظمت مصالح التكوين معرضا للصناعات التقليدية بزلفانة للتعريف بالتخصصات التي يوفرها مركز التكوين وما هي آليات التكوين بمختلف الأنماط. أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود خلال تفقده أشغال إعادة تهيئة العديد من المرافق السياحية ببجاية، أكد ضرورة مرافقة المستثمرين وتشجيعهم نظرا للمؤهلات الكبيرة والإمكانيات التي تسخر بها الولاية. عبد الوهاب أفتيس. فندق الحمديين الذي سيعرف خلال الأشهر القادمة أشغال ترميم وعصرانة سيصبح مرفقا سياحيا بامتياز ليعود إلى عهد زمانه، كان من بين المحطات التي وقف عندها وزير السياحة. قمنا اليوم بهذه الزيارة، شفنا مرافق ودشنا مرافق سياحية جد رائعة، وكذلك شفنا مرافق في طور الإنجاز، وشفنا مناطق توسع سياحي في قيد التهيئة،
وهذا دليل على اهتمامنا واهتمام الرئيس فخامة رئيس الجمهورية بقطاع السياحة على مستوى هذه الولاية. وكذلك في إطار عملنا استراتيجيتنا الوطنية للنهوض بقطاع السياحة، وهو قطاع يعني مدر للمداخيل وخالق للثروة ومبرز للإبداعات. الوزير دشن وعاين مشاريع ومرافق سياحية ببجاية والتي من شأنها أن تعطي دفعا وإضافة لقطاع السياحة بالمنطقة. المشاريع الاستثمارية السياحية بجوهرة الشرق الجزائري سكيكدا غيرت واجهتها السياحية وجعلت منها قطبا سياحيا بامتياز. أسيم الرد. شهدت الحاضرة الفندقية بولاية سكيكدا زيادة في عدد الأسرة بلغت أكثر من 2600 سرير بفضل مختلف المشاريع الاستثمارية التي سجلت السنوات الماضية. عندنا 31 مؤسسة فندقية بسعة استقبال تقدر ب 2676 سرير، تم دخول مؤسسة فندقية أخرى والمتمثلة في إقامة سياحية حيز الاستغلال. الغرف تاعنا عندنا صنفين، عندنا الصنف الأول F2 كان غرفة وصالون يقدر يهزو حتى الأربع أشخاص، وكان الصنف الثاني كان زوج غرف وصالون يقدر يهزو حتى 6 أشخاص. مؤسسات فندقية بمعايير عالمية ومشاريع فضاءات للألعاب المائية غيرت الواجهة السياحية للولاية، مشاريع فضل الكثير من أصحابها الاعتماد على المنتوج المحلي في البناء والتجهيز. إطار توسعة الفندق عندنا هنا 16 بنغالو، اعتمدنا على الإنتاج المحلي فيما يخص البناية أو الإكيبمون. هذا المستثمر الشاب صاحب عدة مشاريع سياحية آخرها مشروع فندق من 4 نجوم، والذي رغم تجاوز نسبة أشغاله 50% إلا أنها مهددة بالتوقف بسبب التمويل البنكي. وإحنا كمستثمرين شباب استغلينا هذه الفرصة اللي قدمتها الدولة في الدعم السياحي، درنا ملف على مستوى البنك، كنا في 21% وزدنا وصلنا 36% وزدنا وصلنا 52%، وبعد تفاجأنا بالرفض. في الحالة هذه رايح المشروع رايح يحبس. ترقية الوجهة السياحية للجزائر الزاخرة بثرواتها الطبيعية والسياحية لن يتأتى إلا بتضافر كل الجهود لكسب السائح المحلي الذي سيجد لا محالة في هذه المشاريع السياحية ضالته. إلى قطاع السكن، ومن أجل الاستجابة لكل طلبات السكن وضمن استراتيجية تنويع البرامج والأنماط، تشهد عملية تهيئة القطع الأرضية المخصصة للبناء الذاتي بتبسة وتيرة متسارعة. سعيد باللونيس. يحظى ملف السكن بولاية تبسة بأهمية قصوى لتلبية الطلب المتزايد عليه وأمام التطور العمراني الذي يميز إقليم الولاية. اتخذنا قرارات الإسداء نتاع المشاريع بالتراضي مع مؤسسات عمومية بالأخص الـ RTP. ثالثا المرافقة اليومية والإجراءات اليومية فيما يتعلق بالورشات. طبعا الألاف اللي كانت متوقفة الآن ما بقاش منها بزاف، يعني بحيث أنه من حوالي 5000 سكن يعني جودان شيفرون اللي كانت متوقفة الآن تقلصت، ما بقناش أكثر من 1500 سكن اللي تعرف يعني مشاكل، وهذه كذلك بالأخص منطقة الدكان عندنا ما لا يقل 700 سكن. تنويع العرض أمام تعدد البرامج والأنماط سياسة انتهجت باعتماد دفع وتيرة عملية التهيئة لمختلف الشبكات بخلق العديد من التحسيسات لتشجيع البناء الفردي بتوفير الجيوب العقارية. السلطات المحلية لولاية تبسة قامت بإنشاء 54 تحصيص اجتماعي ليتسع إلى أكثر من 8000 قطعة أرضية، 5000 مستفيد اللي أعطيت لهم العقود وهما بصدد إنجاز رخص البناء من أجل مباشرة بنايتهم. هذه العملية من شأنها امتصاص الضغط عن بقية الصيغ ورفع الحظيرة السكنية للولاية بعد عمليات التوزيع التي مست العديد من البلديات. وأمام الطلب الكبير على السكن في الجزائر، إلا أن المواطن يضطر غالبا إلى الانتظار رغم حجم البرامج والصيغ السكنية. كاميرا تلفزيون رصدت أجواء تسلم بودرملا جبال من العاصمة مسكنه بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله بعد 20 سنة من المعاناة والانتظار. ملك صحقي. بين جدران هذا المبنى المتهالك الأسوار قضى عم جمال بودربالة 20 سنة من عمره. ضيق المكان قابله بسعة صدر وأمل احتسبه عم جمال بإذن المولى عز وجل أمرا مقضيا، فالمسألة بالنسبة إليه قضية وقت لا أكثر.
لاكلاسيير فيها بيوت ضيقه، وانا عندي 20 سنه من درت لا ديال هذه، فهمتي؟ عندي جوج دراري طفله وطفل، عشنا ماساه صح لا ضيق ومنا، فهمتي كيفاش؟ ها ما درتش براكه، ما درتش براكه، ديري براكه بورتو قالوا لكم، قالوا لي دير براك، قلت لهم ما نديرش براك، انا داير دوسي بالعقل في اخر انسان ما يتقلقش، فهمتي؟ وقتها جا الخير ينفع والحمد لله، تكوني من بعد تتوسعي منا تولي علامك وحده، صال دو با كيفاش، سبحان الله، يجيك ضيف ما تحشميش، والحمد لله بفضل السياسه تاع رئيس الجمهوريه الحمد لله يا اخي. سنوات من الانتظار بعثرتها لحظة في بضع دقائق بالاستفادة من سكن من صيغة عدل بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله، فأذهبت الفرحة الكلمات وأذهبت معها مرارة الانتظار. واش الحالة بالنسبة لك تساكن وراك دروك؟ شي بعيد الحمد لله خو الإنسان فضل رب العالمين وانتوما فخند رئيس الجمهورية اللي دار هذا المشروع هذا، الحمد لله ربي إن شاء الله يحفظكم. لا لا صبرنا الحمد لله، هذا الحمد لله، احنا كما قلت هذا برنامج ماشي تاعنا، هذا برنامج رئيس الجمهورية جاب هذاك دروك، رانا بشوية نحلوا الغبن على الناس. واش نعبر؟ الحمد لله عليك يا رب العالمين، فهمت كيفاش؟ إنسان راني فهمتي 20 سنه وانا في الضيق ومنا دوكا فرج علينا رب العالمين، وليت نقدر نمشي، وليت نقدر فهمتي، كنت شغل خلاص ميكي خلاص عطوني السكنه، شغل اللي تجان خلاص بدل كلش. واكتملت فرحة عم جمال بعد الحصول على السكن بجمالية المكان موقعا وديكورا، فمسحت الفرحة تقاسيم وجه أضنته مرارة السنين ورسمت محلها ابتسامة عريضة موشحة بتباشير الرضا والسرور. إلى قطاع البيئة، حيث اعتمد مركز ردم التقني للنفايات المنزلية بولاية الجزائر تقنيات حديثة في عملية فرز ورسكلة النفايات، وفي الأفق مشروع محرقة نفايات المستشفيات. فوزياتاج. يستقبل مركز الردم التقني بمنطقة حميسي نفايات 57 بلدية بولاية الجزائر قدرت ب 5400 طن يوميا. المركز به وحدة فرز لاسترجاع المواد القابلة للرسكلة من البلاستيك، الحديد والألمنيوم وحتى الخبز، فيما يتم توجيه المواد الغير قابلة للاسترجاع إلى عملية الردم بطريقة إيكولوجية حديثة. قوم باستقبال ثلاث أنواع من النفايات، لدينا النفايات الهامدة، النفايات المنزلية وما شابه، ونفايات الخضراء. المركز مجهز بسبع حفر للردم، أيضا المركز له مركز آخر اللي هو من صنف ثلاثة لاستقبال النفايات الهامدة، مجهز بوحدة لتحويل النفايات الهامدة الناتجة من هدم البنايات إلى مواد لتستعمل في الطرقات. المركز يعد من الصنف الثاني، وهو ما يعني غياب المحرقة الخاصة بنفايات المستشفيات التي تعد أخطر النفايات، وهو مشروع المستقبل للمركز. في انتظار ذلك يتم ردم نفايات المستشفيات المعقمة عند الخواص، وحيكون هناك مصنع ليكون فيه استغلال الحراري بطريقة حرق النفايات اللي هي نفايات قابلة اللي يكون عندها قوة حرارية عالية من أجل استخراج الطاقة الحرارية. المركز إلى جانب استرجاع النفايات به محطة لمعالجة مياه عصارة النفايات واستعمالها داخلياً. لاقت تعليمة وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بتحديد مواقيت العمل في الإدارات والمصالح العمومية في ولاية أدرار، الأغواط، بسكرة، بشار، تمنراسة، ورقلة، الليزي، تندوف، الوادي وغردايا من الساعة 6 صباحا إلى 1 ظهرا خلال الفترة الممتدة من الفاتح أوت الحالي إلى 31 من الشهر نفسه. لاقت استحسانا كبيرا لدى مواطني تلك المناطق الذين عبروا عن ارتياحهم بسبب الارتفاع الشديد في درجة الحرارة. والعينة من تندوف مع فاطمة زهرة بن فرج الله.
مع الارتفاع الشديد لدرجة الحرارة بولاية تندوف في هذه الصيفة أصبحت أوقات العمل لا تناسب المواطن من حيث تلبية حاجياته لا سيما بعد الظهيرة. ولكن مع صدور هذه التعليم الجديدة الخاصة بتعديل أوقات العمل بعشر ولايات بالجنوب تباينت آراء المواطنين. عن هذه كلا ثلاثة والله الزوج ونص مشكل ترونسبور تمي واقفة النهار كامل تستنى يا تلقاي طاكسي ما تلقايه مشكلة كاع لا تجيك ضربة شمس من الوقفة النهار كامل. والوحدة الحمد لله راهي توقيت أنا بالنسبة لي نشوفه توقيت مناسب جدا. وقضية التوقيت من السادسة هي شوية بما أنه أول مرة تكون تباكر إلى هذا الحد تبان لي في رمضان وما دارت. يساعد الجنوب يساعد لأن درجة الحرارة مرتفعة جدا منين تلحق ل 12 ولا الوحدة زوالا تقريبا تنعدم الحركة حتى الطاقسيات والشاحنات ما تلقاهم. تغيير أوقات العمل والاكتفاء بالفترة الصباحية إجراء من شأنه أيضا تخفيف استهلاك الطاقة ومن ثم ترشيدها وكذلك تمكين المواطن من قضاء حاجياته بعيدا عن حرارة الشمس وفي أريحية. الانشغال الصحي الإرهاق النفسي أو ما يعرف البيرن أوت مرض استفحل في أوساط الموظفين بسبب ضغط العمل والتعب إذ صنفته منظمة الصحة العالمية هذه السنة كمرض بعد أن كان مجرد ظاهرة. ملك زجولي. قد يتعرض الإنسان إلى عدة ضغوطات في الأوساط التي يعيش فيها كالوسط المهني أو الوسط العائلي فيفقد قدرة التحمل وقدرة تسيير الصعاب ناسيا أو متناسيا إن لنفسك عليك حق مما يجعله عرضة لعدة أمراض ومنها مرض الإرهاق النفسي. فما هو هذا المرض؟ إذا كان عليك ضغوطات ما تستحملش يعني الكور تاعك ما يستحملش ديجا مخك الداخل ما يقبلهاش تعيش سو بريسيون يلحق واحد الوقت ديجا باش تلحق للدار تكمل خدمتك تدخل للدار ديجا كاين دي فورمين ولادك ما تحكيش معاهم. فيما يخص الارهاق النفسي يعاني منه المريض اذا كان مريض عنده ضغوطات يعني نفسيه او ضغوطات ناتجه عن المحيط اللي يعيش فيه وغالبا ما يكون البيرن اوت يعني في المحيط العمل. محيط العمل انسان لما ما تكونش عنده ظروف يعني صحيه لائقه كما هو معمول به في غالب يعني البلدان المتطوره الانسان يعاني من ظروف نفسيه تؤدي به الى الارهاق النفسي. فما هي أعراض مرض الإرهاق النفسي وما هي الآثار الناجمة عنه؟ هي قائمة طويلة يعني باش يعني نفهموها لازم يعني مقابلة مع المريض ولازم نتحدثوا معاه طويل بصفة طويلة باش نعرف كامل الأعراض. والقائمة من نفس القائمة كاين القلق يعني القلق اللي راجع للعمل وكل شكايات راجعة العمل على وسائل تاع العمل وكاين ثانيك نرفزة وكاين اختراط ما يرقدش إمام إذا كان يرقد الليل كامل مع النهار يفطن بالفشل انعكاساتها تقدر تكون عائلية مع أولاده فهمني وعلى حتى كل على نقص يعني رغبة في الحياة فهمتني وقدر ما يفكر في الانتحار. ولكن كل دراسات حول البيرن اوت في البلدان أخرى هي راجعة على دي بروبليم دو بيروقراسي. الحق في الراحة والترفيه عن النفس بعد أداء الواجبات هو احترام للذات الإنسانية ووقاية من الأمراض والآفات. يتوافد تباعا حجاجنا الميامين على البقاع المقدسة حيث بلغت عددهم 3000 حاج وحظيت بعثة الحج القادمة من عنبة باستقبال من قبل البعثة الجزائرية وهيئات سعودية بالمدينة المنورة وقد شرع حجاجنا في زيارة بعض المعالم الدينية والتاريخية.
في إطار محاربة الجريمة المنظمة، أحبطت أمس مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من عين قزام برج باجي مختار محاولة تهريب أزيد من 3 أطنان من المواد الغذائية، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني بالقالة شخصين وضبطوا أجهزة للصيد المحظور للمرجان ومعدات للغطس، كما تم توقيف مهرب بوهران كان على متن شاحنة محملة بأزيد من 7000 وحدة من مختلف المشروبات. من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل بوهران محاولة هجرة غير شرعية ل13 شخصا، فيما تم توقيف 20 مهاجرا بطريقة غير شرعية من جنسيات مختلفة بتلمسان. دوليا، وفي الشأن الصحراوي، أكدت الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن أن المغرب يتعمد نشر جملة من المغالطات المتعلقة بحيثيات اتفاق الصيد البحري الموقع مؤخرا بالأحرف الأولى بينه وبين الاتحاد الأوروبي، رغم أن الاتفاق لم يصادق عليه بعد البرلمان الأوروبي. فاطمة زهرة بن فرج الله. منذ 14 جويلية أصبحت اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي منتهية الصلاحية، لا سيما فيما يتعلق ببند الصيد في المياه الإقليمية للصحراء الغربية حسب قرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية الصادر شهر فبراير الماضي. كل ما يقوم به المغرب وبعد أصدقائه في الاتحاد الأوروبي من أجل القفز على قرارات المحكمة سيلقى أمامه عقبة كأداء تتمثل في أولا إرادة الشعوب الأوروبية الممثلة في البرلمان الأوروبي والمحكمة في حد ذاتها. المغرب ليست له أي سيادة على الصحراء الغربية وليست له الأهلية للتوقيع على أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي أو مع طرف آخر. ونظرا للتعتيم الإعلامي الذي يفرضه المحتل المغربي على هذا الملف، تسعى المنظمات الصحراوية لفتح الانتهاكات المسجلة، فيما يعبر اللاجئون الصحراويون يوميا عن رفضهم لنهب ثرواتهم في الصحراء الغربية فيما يعيشون اللجوء بعيدا عن الوطن. ولهذا نحن في الحملة الوطنية والدولية ضد نهب الثروات نعمل على فضح هذه الشرائع من خلال حملات في مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال تحسيس الشعب الصحراوي للتظاهر، ومن خلال عمل لوبيينج في الدول حيث توجد هذه الشركات، والآن نركز على الاتحاد الأوروبي أساسا لأن لدينا هذه الوسائل المتمثلة في قرارات المحاكم الأوروبية. والصحراء الغربية بداية وأخيرا كما هو مؤكد ليست جزء من الاحتلال المغربي، وهذا ما أكدته المحاكم. وحتى يتمكن الشعب الصحراوي من استغلال ثرواته لابد من تطبيق الشرعية الدولية والشروع في مفاوضات مباشرة ودون شروط بين طرفي النزاع من أجل غد الأفضل في وطن اسمه الصحراء الغربية. في مالي بدأت عملية فرز أصوات الناخبين في الرئاسيات بعد انتهاء عملية الاقتراع التي جرت أمس لاختيار رئيس جديد للبلاد من بين 24 مترشحا على رأسهم الرئيس المنتهية ولايته إبراهيم أبو بكر كايتا. هذا ومن المنتظر الكشف عن النتائج الأولية لعملية الفرز خلال 48 ساعة. اعتقلت اليوم قوات الاحتلال الإسرائيلي 17 فلسطينيا بينهم 4 صحفيين خلال حملة مداهمة واعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية، كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية. في الرياضة، وضمن مرحلة المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم، تعادل أمس اتحاد الجزائر أمام نادي ريون سبورت الرواندي بهدف لمثله. وفي الفن السابع، تتواصل فعالية مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي التي يتنافس فيها المشاركون على جائزة الوهر الذهبي، ومنهم المخرج أنور حاج إسماعيل خريج المدرسة السينمائية الأمريكية جميلة موفق. مهما ابتعد آلاف الأميال الحنين إلى الوطن يشده بقوة. أنور حاج إسماعيل شاب جزائري يحمل معه طموحه الجامح وحلمه الكبير. نفتخر كثير بأني نكون جزائري، بصح الافتخار هذا مدى بيا نقدر جلو جوسيفي نبرو لعاشوا قبلنا ضحاوا كثير باش نقدروا نعيشوا في يعني في كرامة وفي حرية وفي حب، ولكن هذه التضحيات مش احنا اللي درناها، يعني الجيل نتاعنا ما دارش تضحيه باش يحرر البلاد، جيل اخر قبلنا. فانا يعني بطريقتي ولا بوطنيتي ولا بطريقتي الخاصه حبيت انا تاني نضحي ببعض الامور، ندير امور اللي تشرف شهدائنا ربي يرحمهم،
لازم اسم البلاد يتذكر. جيت أنا المهرجان وهران باش نقدم فيلم قصير طوله 20 دقيقة يسميه حقول المعركة، ويعني الحكاية نتاعو هي يعني ملاقاة بين لاجئ عراقي لسوق تاكسي يعني سيارة أجرة في مدينة لوس أنجلوس، وياخذ معاه في سيارته جندي أمريكي أسبق اللي حارب في العراق. وعلاش حطيت حقول المعركة؟ لأنه كاين حقول تاع معركة اللي بعاد على الحرب، حقول المعركة هما حقول معركة الحياة. الحرب تقدر تنتهي في الحقل، في حقل الحرب نقولوا في العراق ولا في أماكن أخرى، بصح الإنسان بعد الحرب يكمل معركة أخرى، وهي معركة ضميره، معركة عاطفيته، معركة الانسجام مع باقي المجتمع، معركة الانسجام مع العائلة نتاعه. فهذا هو اللي حبيت أنا يعني نوريه في الفيلم، الإنسان يكمل يخوض معركة بعد الحرب. إلى ركح تاموغادي، حيث اهتز جمهور تيمغاد على وقع أجمل الطبوع الجزائرية تألقت في أدائها وجوه فنية معروفة. سعيد بلونيس. تميزت الليلة الرابعة من عمر مهرجان تيمغاد بعودة صوت إلى الركح، وآخر جاء ليؤكد الحضور في رحلة استمالة الجمهور. أغاني شعبية رجعت شوية للشعبي، وفي الغناء سالجر كان شوية القديم اللي معروفين وكان جديد بأغاني معروفة. ما عنديش منك عشرة زولي وفحل انت يا العوينة شوية من التراث. بعدها ركن الجمهور إلى الهدوء بمشاركة نسوية متميزة تأرجح برنامجها بين العاصمي والتلمساني ليفسح المجال لصوت قبائلي شاب. طبوع الجزائرية، فنانين جزائريين محليين، هذا هو الأجمل في هذا المهرجان. جمهور تاموغادي عاش ليلة أخرى طوافا بين عدة طبوع من شذى الأغنية الجزائرية. ونختم النشرة من مركب محمد بوذياف، حيث تتواصل فعالية تظاهرة دار الزاير التي تحتضن إفريقيا، والسهرة الحادية عشر كانت لعادات وتقاليد ولاية البليدة برج بوعريج سعيدة وبومرتاس هشام بوميدة. البورندي مثلت إفريقيا بدار الزاير بتراثها وفنها وبحضور ممثليها من الرياضيين في الألعاب الإفريقية. أنزل الستار على الدورة الثالثة للألعاب الإفريقية للشباب، فدار الجزائر لازالت تحتضن إفريقيا، وراك شفت يعني توافد الولايات، وراك ما يخفاش عليك أنه الجزائر في موروثها في ولايتها قارة. سهرة أمس قدمت إرث أربع ولايات جزائرية، البوليدة، برج بوعريريج، سعيدة وبومرداس. قدم ممثلوها عادات وتقاليد مناطقهم. بومرداس اليوم جاءت بطاقم شاب للمشاركة في هذه التظاهرة، طاقم نشاطات، إذا قلت أنه فيه نشاطات ثقافية تقليدية. المشاركة تاع ولايتنا هذه السنة راح تكون حول عادة موجودة يعني في ولاية برج بوعريريج، واللي تتميز بها برج بوعريريج هي شاور ربيع، ولاية الزهور الورود، ورانا رايحين نقدموا عبر هذه البلاطوهات رسالة لأجيال أخرى في الموسيقى وأيضا في الغناء، وبعض بلاطوهات من مأكولات. احنا اليوم عندنا رقصات، منها بينها رقصات علاوي
ورقصات فلكلورية نبرز من خلالها يعني الثقافة السعيدية. هي السهرة 11 وتبقى السهرة المعرفة بتراث باقي الولايات متواصلة حتى الفاتح أوت. نهاية النشرة، إليكم تذكير بعناوينها. مشاريع استثمارية واعدة بوأت سكيكدا قطبا سياحيا بامتياز، ووزير القطاع يؤكد من بجاية ضرورة مرافقة المستثمرين وتشجيعهم. وضمن استراتيجية تنويع البرامج والأنماط السكنية وتيرة متسارعة لتهيئة القطع الأرضية المخصصة للبناء الذاتي بتبستا، ورصدنا في النشرة أجواء الفرحة لدى أحد المستفيدين من برنامج عدل بالعاصمة. تكييف مواقيت العمل بعشر ولايات جنوبية خلال شهر أوت بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، وارتياح كبير لسكان هذه المناطق. وفي المشهد الثقافي، عادات وتقاليد ولايات البليدة، برج بوعريريج سعيدة وبومرداس ضمن تظاهرة دار زاير، وجمهور تاموغادي يهتز على وقع أجمل الطبوع الجزائرية. ولمن فاتتهم مواعيدنا الإخبارية، عناويننا الإلكترونية في الخدمة. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة.